بعد أن تم طبلية الطريق الرئيس لمنطقة بشجان ضمن الحملة الكبرى التي أطلقها محافظ صلاح الدين، اتفق الأهالي على القيام بعملية نوعية من خلال تحشيد الجهود وتشجير مقتربات الطرق وصب الأرصفة. الزميل جاسم الأبو جاسم حضر ميدانيا إلى المكان وأعد لنا هذا التقرير. بعد أن شملت منطقة بشكان بالحملة الخدمية الكبرى لتبليط الطرق والمنفذة بإشراف السيد محافظ صلاح الدين، اتفق أبناء المنطقة بكل فئاتها العمرية ومسمياتها بالتعاون من أجل القيام بحملة نموذجية فريدة من نوعها على تشجير مقتربات الطريق بالنباتات دائمة الخضرة وصب للأرصفة بالخرسانة ومسارات لتصريف مياه الأمطار. على أثر المبادرة التي قام بها السيد المحافظ دكتور عمار جبر خليل المحترم بالإعازة إلى دائرة الطرق وجسور صلاح الدين بتبليط الطريق الرئيسي في قرية بيشكان، حبذا جميع شباب بيشكان من المدرسين والمعلمين والأطباء والمهندسين وكذلك الشياب والمسؤولين عن المنطقة بحملة صب الأرصفة وتشجير الطريق ووضع الإنارة، فكانت هذه الحملة منذ بدايتها تتزايد يوما بعد يوم للحفاظ على هذا الطريق وهذا المشروع الحيوي الذي لطالما حلمت به المنطقة منذ سنين. بما أن احنا فلاحين منطقة زراعية وهاي، فجبنا النباتات لجمالية المنطقة والمكانات الجبلية ترهم وتظل على مدار السنة موجودة وخضرة، وراح نغطيها بالصخر وراح نرجع نغسل الشارع ونصب الشارع كله إلى الأخير، والشارع هم كله زرع وإنارة. ينتهج عموم أبناء منطقة بيشكان نظام التكافل الاجتماعي فيما بينهم، مؤسسين بذلك لصندوق يدعم أغلب الحالات الإنسانية والمشاريع الخدمية. الحمد لله بعد شمولنا بالتبليط صارت المنطقة أحلى وصار أكو وجه للشارع، وإحنا شفنا الأرصفة أنه بيها كسر وبيها شيء قديم وبيها شو اسمه، فجمعنا إحنا عندنا صندوق تطوعي العرب كلها تجمع فلوس بالرواتب يعني على 10 أو 25 حسب الإمكان، يعني شفنا أنه نستحق أنه نكون بنظرة أحلى وجبنا سوينا حمله على عندنا جروب خاص بشكان، ولمينا الشباب بدت العرب يعني الدعم صار اكثر من ما شان. عندنا حدائق اللي مكانات مفتوحه راح نسوي حدائق عامه للشباب يقعدون بها، وعندنا اصب الارصفه بالكامل سوينا لها مدرج انه حدر المي ما يقف مي بكل العرب من فوق اللي جوا، عندنا مناهولات مجاري قديمة فعلناها. احنا بدينا بالصندوق الخيري، والصندوق الخيري اشتركوا به اهالي بيشكان من القاضي للعامل، عامل اليومية، حتى عامل اليومية يجيب لي الاشياء العالية 10,000 تكافل اجتماعي كامل، فاشتغلنا بالمنطقة وكسبنا ثقة المنطقة وبدينا نشتغل بأي عمل، يعني سوينا الطريق الحولي لبيشكان وسوينا سقيفة المقبرة وسوينا سقيفة الرسالة، واشتغلنا بكل الأعمال الخيرية الموجودة هنا بالمنطقة سواء للمرضى أو المحتاجين أو الحالات الإنسانية. صورة إيجابية يعني تعجز يعني لأول مرة بعد حملة التبليط المقدمة من قبل الدكتور عمار جبر خليل إلى منطقة بيشكان، وجد أبناء المنطقة أنه لابد أن يضيفون جمالية لهذه المنطقة. لقناة صلاح الدين الفضائية، جاسم الأبو جاسم، بيشكان.